فرحانين بزاف عاد. فرحه هذا يوم تاريخي بالنسبه لنا، فرحه عارمه على اثر هذا النجاح والانتصار الباهر اللي فاز به التجمع الوطني الاحرار. تحيه واخلاص واجلال جل المغاربه برمتهم اللي توافدوا على صناديق الاقتراع امس البارح باش انهم يصوتوا على الحزب اللي كيستاهلوه واللي كيستاهلوهم، حزب اللي تم الاصغاء من طرفه الجلسة كلة المملكة المغربية، جولات طيلة 5 سنوات في إطار مسار الثقة وكذلك في إطار جولات 100 يوم 100 مدينة، إصغاء لهمومهم مشاكلهم إكراهات اللي كيعيشوها بصفة دائمة مستديمة، تسنطنا كذلك الأحلام ديالهم الطموحات ديالهم. التجمع الوطني الأحرار اليوم حامل واحد مشروع اللي عنده علاقة بالارتقاء بالتعليم، ارتقاء بعالم الصحة، الارتقاء كذلك بالتشغيل، تحسين الإدارة، تخليق الإدارة إلى غير ذلك. تحية وإخلاص وإجلال السي عزيز أخ النوش لأن قام بواحد جولات ماراثونية تعطات انطلاقة ديالها 2016 وقفات البارح، ولكن راه مازال الخير الأمام اللي من خلالها ما بخلع لا من وقته ولا من جهده ولا من ماله الخاص باش أنه يقنع المغاربة ويأسس حوله عدد من الفيدراليات، لا ديال المرأة ولا ديال الشباب ولا ديال المحامون ولا ديال إلى غير ذلك، باش تهما يوعاو ويحملوا ذاك المشروع ديالنا كتجمعين ويشرحوه للساكنة. إذا هنيئا لنا بهذا. واش تحسوا بثقل المسؤولية؟ أكيد المسؤولية غادي تكون ثقيلة، ولكن حنايا عازمين على أننا نزيدوا إلى الأمام ونحققوا الوعود، ما غاديش يكون حبر على ورق. سي عزيز أخ النوش هو رجل الكلمة، رجل الوعود ورجل التحديات. أولا التجمعيين اللي هما اللي حاملين هذا المشروع، والمشاورات راه غادي في الأمام إن شاء الله، باقي لنا يلاه مع الحلفاء اليوم يلاه أول يوم لقاء ديالكم. غادي يكون شغال إن شاء الله بأريحية، لأن أنا الثقة عالية في النفس. إن شاء الله يكون خير أمام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.